صباح الخير عليكم جمهور قناة العصر، ومرحبا بكم اليوم في سوق حد سوالم. هذا هو أول سوق كنديرو من وراء العيد الكبير. جيت السوق هنايا، هنا راه رحبة البقر، من اللي رحبة الحولي لهي راه كاين كلشي، الخضرة، الجزارة، الحوت، شلا حوايج. راه درت لكم دويرة على الكسابة، صورت لكم شي حاجة ديال الحولي، واخا الحولي داخل قليل، كاين الثمن حيت كاين القلة كتكون الثمن. السوق دابا باقي ما معروفش كيفاش غيكون من وراء العيد، ولكن اللي غنقول لكم راه دابا حاليا كاين الثمن حيت العدد قليل وبزاف الناس جايين يشريو. صورت لكم اللحم، غتعرفوا اللحم شحال داير، غتعرفوا الكبده شحال دايره، الغنمي، البقري. درت لكم واحد الدويره خفيفه، صورنا صحاب الزيتون، صورنا اصحاب صحاب الحلوى، صحاب العيبات، ما حاولنا نوعوا لكم. غنبينوا لكم السوق في الاول، ومن وراء غنبينوا لكم الحواله وداكشي اللي صورنا، الكسيبه اللي كاينه في السوق. صورنا شي حاجه قليله، واخا بزاف الناس ما خلاوناش نصوروا حيت ما كاينش عندهم مليح، وهادشي اللي كاين. وراكم ديما طاب خوش، ما نطولش عليكم، جمجمه الفيديو، تبارك الله عليكم، وراك في وعدكم قندير لكم السواق ان شاء الله. كتشوفوا حنا دخلنا لبلاصه الخضراء، الله يبارك اللي راه بلاصه الفروت، تبارك الله على السوق حد السوان، تبارك الله اللي جا هنا يدي كلشي. اشمينا راه مناسبه مقارنه مع كازا، داكشي راه باين احسن. البصله خير موجود تبارك الله، اللي بغى شي حاجه الحيمات راه لهيه. شتي ديك البلاصه ديال الحمل اللي صورت لكم، راه تمشي داخل من الرحبه، الباب اللي كتدخل مع الرحبه كتم داخل من نور السوق، راه ديك الجزيره جاو في الاول تمايا. السويله كلشي موجود تبارك الله، خير التفاح راه تبارك الله ما شاء الله. اخوان معنا عبد الحق الله يبارك. نعم سيدي، انا ولد الحجاج. مرحبا مرحبا، الله يسخر الامور. غنلقى يقربنا من الاثمنه هنا، شحال داير البقري؟ 90 درهم. البقري 90 درهم تبارك الله ما شاء الله. الغنمي 120، هو الغنمي هنايا 120 درهم، 120 درهم. تقال لي 30 درهم، 30 درهم. ها انتم الاخوان، هي بيضه بشقشق. ها الله يبارك، 30 درهم. السوالم 80 درهم، السوالم كاينه 80 درهم. خلي شي نمره اللي بغى يتواصل معك يقول لك فين يجي. قول مرحبا، النمره 22 06 30 30 78 11 42. هذا هو الرقم ديال الاخر عندهم الحم في السوالم 80 درهم. اللي بغى يجي عندهم مرحبا به. الكبده 80 درهم، الكفته هي 80 درهم، الكفته 80 درهم، الحم 80 درهم. بحال الكفته بحال الحم، الكبده الكبده هنا 120. الله يبارك، الكبده 120 مخلطه ولا مع شويه الشحيمه؟ مع شويه الشحيمه. هاك هاك واحده 130 درهم، واحده 130 درهم. الحانوت كنبيعوا الكبده تما كاين 120 درهم، الكبده 120 درهم، كفته 80 درهم، والعشير تا هو 80 درهم. والله والحم الراس، الحم الراس كنبيعوا في 30 تا هو 1000 ريال الكيلو. واش نبيعوا؟ اييه الله يبارك، المنافسه تما كاين، داكشي اللي كاين، داكشي اللي كاين. الله يسهل لكم امور، تبارك الله عليكم، تبارك الله، كاين المليح تبارك الله، الحيمات زوينين تبارك الله، انتم كتشوفوا الخيرات. الله يسخر لكم امور تبارك الله، ديما هنا البلاصه هي البلاصه، ديما هنا البلاصه هي البلاصه، ديما الله يحفظكم، الله يسر الامور تبارك الله عليكم. عمي السلعه كثيره، لا لا تبارك الله، الحيمات تبارك الله. ها الملج، القرنه خدامه، القرنه خدامه، القرنه خدامه، كلشي مريقل، داكشي اللي حقه اي راه كلشي بالطابع، الامور واضحه. ها اخويا، لا لا تبارك الله، كلشي بالطابع، الله يسخر خوك، الله يحفظك تبارك الله عليك خوك، شي واد خيرات. غنقربوا من الاخ باش يعطينا الاثمنه هنا. خويا سعيد تبارك الله عليك، مين المرقد ديال الكسيبه؟ اخويا من المواليد. منين؟ دوار المواليد، دوار المواليد، واحد السوالم، واحد السوالم. الله يبارك، يا من هنا من المنطقه هنا، من المنطقه ديالنا. الله يبارك لك. اشمينا هنا تقريبا بين وبين اشمينا شحال تقريبا؟ اشمينا شنا 90000. بحال هذاك اللي شاد في يدك 90000، هذا 4500، 4500. كيف لي كاين السردي هنايا؟ السردي، السردي، السردي عند الاخوان. هذا شحال الخير؟ كاليسي هذا معطيه 90، البيع ديالو البيع ديالو 5500، راه معطيه 90. ني الله يسر الامور، الله يحفظكم تبارك الله. كاين المليح؟ لا المليح كاين. كاين تحط شي نمره سعيد؟ ها تحط شي نمره؟ قيد قول 06 14 97 800 835 في الاخر، ما عرفتش نعاودوها، ماشي مشكلة. 06 06 14 عاود من الاول، عاود 07 19 07 72 14. هذا هو الرقم ديال الاخ. الله يسر الامور، اللي بغى شي حواله ملاح، اللي بغى الفحوله، اللي بغى دابا راه بقيت السبوع، بقيت الحجاج، بقيت الفحوله، قضيه لقيته ديالهم كل على مدى العام كسيبه عند الاخوان. الله يسر لكم الامور تبارك الله عليكم، الله يحفظكم.
اخوان راك تشوفوا هاد الخيرات كيف دار 120 تبارك الله. الكرشه 30 درهم مخلطه ياك والحمراس 60 تبارك الله ما شاء الله. كيف كيبان لك الثمن؟ الثمن قبل من العيد زاد ولا باقي هو هو؟ هو هو الثمن حتى ديال اللحم حتى ديال كل شيء راه نفس الاثمنه. حتى شي واحد تيقول لك الثمن زاد شويه الثمن الثمن شاد في كلمته. الله يحفظك الله يسلكم امور تبارك الله عليك الله يحفظك. هو هذا شوفوا الثمن هنا شحال داير. واش نسوق واحد السؤال؟ هذا اول سوق كنديرو من ورا العيد كبير. كيف كتشوفوا هاد الخيرات شحال هنايا؟ عطيني 32 معطيتني البيع ديالها 40 البيع ديالها 2000 درهم معطيه 1600 درهم هنايا. اش الخروف هذا عجا؟ نعجا سداسية هنايا عطيني بجوج 85 بجوج معطيه 4250 البيع ديالهم 4250 درهم اللي معطيه. البيع ديالهم 95 البيع ديالهم راه 4750 هذا. هانتوما كتشوف السول شي شحال عاطيني في هاد الحاوله هذاك خليه عندك لي هذاك شي كشي اللي عاطينك راه شده. هانتوما كتشوف هاد الغيرات الدراري مساخر. ايوا وهنايا هادو ماشي ديالك هذا راه جمال البيع. سمعت الاخ تيقول عطاو 112 هذاك اللي يشد هذاك اللي يشد الاخر تيقول عطاو 112 شحال البيع تما؟ هنا 112 كنا 120 مطلوبه 6000 درهم في هذا. هانتوما كتشوفوا راه ثنين هذاك غالبا ثنين هذا اللي هنا 86 عطيه 86 هذا معطيه 4300 درهم. هانتوما كتشوفوا الاثمنة هنا في سوق حد السوالف الثمن فين واصل. نقربكم من الاجواء هنايا راه السوق باقي ناعس. هانتوما كتشوفوا والله يسر الامور تبارك الله عليك الله يعافيك. هانتوما الاخوان عاوتاني زويتينات في الاشكال وفي الالوان تبارك الله خيرات موجوده الله يبارك. منين الزيتون؟ تبارك الله ما شاء الله الله يحفظك الله يسهل عليك تبارك الله في الانواع وفي الاشكال. كاين التومه عنده وكاين عنده ديك خيزو اللي كيدار مع الزيتون مشرمل حامض مصير او شي حاجه تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. البلاد فيها ما يدار صراحه فيها الخيرات الغلا اللي يدير مشكل ما تبارك الله الخير موجود. انتما كتشوفوا هاد الخيرات منين هاد الخير من ولاد سعيد؟ ولاد سعيد الله يبارك. هنايا راه 6000 درهم جمله هنايا اللي فردتي تقريبا 920 130 انا بين 6000 و 6500 درهم بالنسبه للفرادي جمله راه 6000 درهم. كتشوفوا هاد الخيرات تبارك الله. دابا هادو اغلبيه كدير مفحوله اللي بغى يفحل. انتما كتشوفوا تبارك الله الله يسر الامور الله يحفظك تبارك الله عليك ساعه سعيده الله يسهلها عليكم. خويا جمهور قناة العصر قربكم من خلينا هذا الشيء كاين تمن شي حاجه كاين تمن شحال الاثمنه هنا؟ كله وسوم هذا اللي هنا هذا 74 هذا اللي قدامنا 74 تباع 80 هذا تباع ب 4000 درهم هذا اللي هنا صغر منه هذا 68 هذا 68 4000 3400 درهم هذاك 70 هذا 3500 هذا اللي شاد 74 هذا 74 3700 في حبوبه شتيها؟ في حبوبه ما عندي ما نتسالك انا شتها. ها شوف كتشوف اللي كاينه كاينه قليل زويد قليل. ها شوف كتشوف انا باري باري راه بوسه راه هاي هذا كل اللي هذا ولا على حسابك 56 هذا 56 فرادي ديالو فرادي 58 فرادي 58 انا نصور هذا راه 56 جمله فرادي 58 2900 فرادي 2800 جمله 2900 فرادي هنايا انتما كتشوف راه الثمن راه اكثر من ذاك العام في هذه الوقيته ولكن دابا ما نحكموش على السوق حيت السوق باقي خاوي وما كاينش كسيبه داخله بزاف. اذا الا فاش كيكون الطلب اكثر من العدد راه ضروري كتكون السومه طالعه ولكن العبار ديال السوق ما يبانش لكم في هذا الاسبوع ولا الاسبوع القادم. باقي ان شاء الله من هنا لقدام غادي نشوفوا السوق اش غيدير وانا راه ديما معاكم حنا راه في سوق حد السوالم نقربكم من هذه الاجواء هذه ونعرفوا اثمنه. انتم الاخوان الله يبارك ما شاء الله خيرات موجوده في حد السوالم راه كاين كلشي في السوق كاين الفروشه كاين الفاكهه كاين الحوت كاين اللحم كاين الدجاج كاين القنيه البيض الا عشق شي حاجه مرحبا به الله يحفظكم. شكرا تبارك الله عليكم.
الشباكية تبارك الله الخيرات موجودة كاو كاو حمص هاد المقاطع هاد ما عرفتش كيقولو ليهم تمايرات